ورجعنا لكم مره ثانيه وانبوكس سبورتس، وطبعا بنتكلم فيها معاكم عن الرياضه المصريه. والحمد لله بشره خير الفتره الحاليه، ان شاء الله هنشوف يعني عوده واستئناف النشاط الرياضي مره اخرى. طبعا ده على حسب قرارات الدوله، وكمان وزير الشباب او الرياضه دكتور اشرف صبحي. اكيد الفتره الحاليه فتره مختلفه، اكيد كمان بعض الناس بتشوف ازاي هتدرب اللعيبه مره اخرى للالعاب الفرديه والجماعيه، هيكون الاطار بتاعها شكله عامل ازاي. عشان كده برضو في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده هينورنا يعني الاستاذ والكابتن محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه، هنتكلم معاه بقى عن حاجات بتخص اللعبه، وكمان يا ترى ازاي بيستعدوا بقى ان شاء الله لاستئناف النشاط الرياضي مره اخرى. اما دلوقتي فاحنا برضو حابين نتكلم معاكم ونستكمل برضو معاكم من الاسبوع اللي فات بعض النصائح العامه كده عن الكورونا بالنسبه للرياضيين. النهارده هينورنا حد متخصص، وهي موجوده معايا دلوقتي الدكتور زينب السلسي، وهي استشاري الوبائيات وكمان رئيسه اللجنه الطبيه بالاتحاد المصري لتنس الطاوله، علشان تكلمنا بقى بشكل عام عن الوباء وعن الكورونا، وازاي كمان ممكن اللاعبين يخلوا بالهم وهم بيتدربوا كمان في ممارسه النشاط الرياضي. يا دكتور برحب بيك معانا. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. الحمد لله. دكتور في البدايه كده يعني اول مره يعني الواحد ممكن يسمع يعني عن تخصص عن الوبائيات، مش بشكل كبير بنسمع عنه، يعني عباره عن ايه التخصص ده؟ هو تخصص تبع الصحه العامه وخدمه المجتمع والبيئه. ده تخصص عباره عن دراسه للاوبئه وتوزيعها في المجتمع، وبيبقى عباره عن احصائيات طبيه، معظمه احصائيات طبيه، وبيساعد على ان هو يقلل المخاطر، وفي ريسك اسسمنت اللي هو تقييم المخاطر، وبيساعد على ان هو يقلل المخاطر بالنسبه في حاله حدوث وباء، وفي العادي حتى في حاله الامراض العاديه. كمان بيدرس الامكانيات الطبيه اللي موجوده في البلد، في اي بلد بتدرسها او في اي مجتمع، هل الامكانيات دي كافيه في الحاله العاديه وهي كافيه في حاله الوباء نفسه ولا لا، علشان يقدروا يستعدوا في حاله تزايد الاعداد او كده. هل التخصص ده يعني مستحدث قريبا ولا كان متواجد من فتره كبيره؟ لا هو متواجد من فتره كبيره، بس هو اتطور كتير في القرن العشرين، لان لقوا ان هو بيدي نتائج بتساعد كتير في احتواء اي وباء. كان في الاول عباره عن ايه؟ يعني بالنسبه لنا دلوقتي احنا عارفين ان في حاجه اسمها وباء وحاجه اسمها كورونا، طبعا حاجه بالنسبه لنا جديده ولسه يعني بنتعامل معاها، يعني بنحاول نشوف يعني ممكن نتعامل معاها ازاي. لكن قبل كده كان ازاي التعامل مع الاوبئه؟ زي ايه مثلا؟ كانوا مثلا بيحاولوا يعرفوا مصدر الوباء جاي منين، مثلا اذا كان حاجات زي زمان مثلا زي الكوليرا وكده، بيشوفوا مثلا جاي ميه ملوثه منين. وطبعا ما كانش علم الاحصاء تطور بالشكل ده اللي احنا فيه. يعني احنا دلوقتي حضرتك بتشوف الاحصائيات اللي بتنزلها وزاره الصحه كل يوم، دي وراها مجموعه من الناس، من الناس اللي هم دارسين الموضوع ده، بيحضروا لها، بيجمعوا بيانات وبيحللوا البيانات وبيطلعوا النتائج. ودي كلها بتؤدي ان الناس اللي بياخدوا القرار او بيبقوا عارفين اتجاه الوباء ماشي فين بالظبط، وماشي اتجاهه ازاي، هل هو بيزيد بيقل، في حاجات كتيره مش في نقط الاعداد بس، كل حاجه. يعني كم واحد احتاج رعايه مركزه، كم واحد في البيوت حجز، كل ما بتزيد الحالات اللي هي مايلد او مودريت والحالات السيفير بتقل، دي بتدي برضو اتجاه ان المواضيع بتتحسن. يعني هل حضرتك شايفه ان في يعني وباء قبل كده من اوبئه برضو مرنا بيه بنفس الظروف دي او الشكل ده بالنسبه للكورونا وصعوبته؟ يعني ما كانتش بالشكل ده قوي، يعني ما كانتش بالشكل ده، لان هو فعلا الوباء ده الفيروس ده بيدي متغير كتير وتحور كتير ومتغير، وبيدي اعراض في اورجنز كتير، في اجهزه كتير في الجسم، ومش كل واحد بتجيله الصوره واحده، فطبعا دي صعب، ده صعوبته في كده، وجاي سيفير لعدد كبير، وكانت الناس برضو ما عندهاش برضو كل البيانات، كل يوم البيانات بتحدث. حضرتك شايف ان يتقال مثلا ده الدواء بينفع وبعدين يرجع يتقال لا، مش عشان هم، مش عشان حاجه، هم لازم يعملوا كده لان دي حاجه جديده، مش حاجه مدروسه، مش حاجه لسه دلوقتي، هو بالنسبه لنا حاجه مجهوله لسه. ابتدت دلوقتي تبان الاحصائيات، ودي برضو نتيجه شغل الوبائيات، يعني دي ناس بتشتغل يمكن مش ظاهره، لان طبعا دي بيانات بتتجمع من كل المحافظات ومن كل المستشفيات والمراكز عشان تقدر حضرتك تعرف. وعشان كده مهم الجزء بتاع النوتيفيكيشن اللي هو الاخطار او الابلاغ عن حاجه، ده جزء مهم جدا. الناس زي ما حضرتك ما بتعرفش الوبائيات، في ناس ما تعرفوش حتى في الامراض العاديه، يعني مثلا اطفال جالها حصبه او جالها اي حاجه، المفروض تبلغ التوعيه
تبلغ الوزاره. ليه؟ لان دي كل دي بيانات، لما تيجي تقول بيان صح يبقى لازم يكون جاي لك صح من كل الاماكن. ما علشان ابلغ واقول عن القصه دي لازم اكون كمان مطلع على مشاكلها واعراضها واسبابها بالزبط. علشان اعرف يعني اذا كان دي المشكله دي هي اللي عندي ولا غيرها. بالظبط. طيب حضرتك برضو بالنسبه لنا يعني بنتكلم عن الكورونا يعني دلوقتي عند كل الناس، لكن الفتره اللي جايه برضو يعني خلاص كلها ايام ونستكمل النشاط الرياضي مره اخرى واعاده استكمال النشاط الرياضي. يعني بالنسبه للرياضيين هيعملوا ايه؟ يعني برضو الموضوع فيه صعوبه كبيره جدا بالنسبه لهم، لسه دلوقتي ممكن في كره القدم بعض التحاليل بالنسبه لبعض الانديه يمكن طلعت ايجابيه ولسه ما استأنفناش النشاط الرياضي. طيب اللاعبين هنا المفروض يعملوا ايه؟ ياخدوا حذرهم ازاي؟ بص حضرتك اللاعبين احنا دلوقتي علشان نطبق الاجراءات الاحترازيه اللي عملتها لوزاره الشباب والرياضه واللي بتنادي بيها وزاره الصحه، وطبعا برضو عالميا واخدينها احنا من سنتر اوف ديسيز كنترول اللي هو مركز مكافحه الوبائيات ومن منظمه الصحه العالميه، احنا كلها هنمشي عليه، ومن الاتحاد الدولي لتنس الطاوله، الحاجه السبيسيفيك للتنس الطاوله كل اتحاد هيبقى له من الاتحادات الدوليه بروتوكول محدد، بروتوكول محدد او شكل محدد حسب اللعبه. الحاجات دي كل واحد لو عمل الدور اللي عليه ان شاء الله ربنا يكرم. ان الرياضه احنا مش مهم ان احنا نبتدي بس، مهم نبتدي ونستمر. ازاي؟ ان كل الحلقه دي كل واحد يعمل الدور اللي مطلوب منه. يعني مثلا احنا بنتكلم على حاجه اسمها نوليدج، ده في علم الوبائيات. نوليدج يعني معلومه، وبعدين اتيتيود يعني اتجاه او اتجاهات او توجهات للشخص، وبعدين براكتس اللي هو التطبيق. احنا مثلا في مجموعه اللي هو مثلا قائمين على الاتحاد والناس اللي هي بتجيب المعلومات الصح وترجمها وتوصلها للناس صح ونوصلها لهم ونمرنهم عليها او ندربهم عليها، دي تبقى موجوده. النقطه الثانيه هم نفسهم يقتنعوا ويبقى الاتيتيود بتاعهم او توجهاتهم تتغير، يبقى الحاجات اللي كانت بتتعمل حاجات صحيه تصرفات مش سليمه بتبقى تتظبط وتبقى صح، ويمارسوا الكلام ده، يمارسوه ان هم يعملوا يطبقوه فعلا على حياته. دي هتخلي ان شاء الله باذن الله ان الرياضه تستمر. والمطلوب منهم حاجات بسيطه مش حاجات كبيره. ايوه الكمامات، الغسيل اليدوي المستمر، المطهرات، يعني مش حاجات كتيره، قياس الحراره احنا اللي هنعمله لهم فدي يعمل الدور اللي عليه عشان هو بيحب اللعبه بتاعته وعايز اللعبه تستمر. بالظبط. انا مش عايز ابتدي وارجع اقف، انا عايز ابتدي واكمل. لان طبعا كفايه فتره توقف كبيره اثرت على الرياضيين كلهم. فتره توقف يعني دي مش فتره توقف سلبيه بشكل كبير، راحه سلبيه يعني. طب هنا دكتور المفروض هنا متطلب من كل اتحاد يعمل مسحه على اللاعبين كل قد ايه؟ لا احنا في تحاليل كورونا، هي المسحه بتتعمل للناس اللي هي بتظهر عليها اعراض. يعني مثلا احنا بنفترض ان النهارده عملنا مسحه في ناس طلعت ايجابيه وناس طلعت سلبيه، المفروض بعد كام يوم اعمل تاني برضو عينه تانيه اخرى؟ لا بتتعمل عينه تانيه للناس اللي طلعوا ايجابيين عشان يبقوا سلبيين. ما ممكن حد من اللي هم ما طلعوش ايجابيين دول بعد كام يوم يبقى مصاب؟ بتتوقف على الاعراض، اللي عنده اعراض هو اللي بيتعمل له المسحه. تمام. لان مش ولو حد ما عندوش اعراض، لان احنا عارفين ان يتابع نفسه واحنا نتابعه والجهاز الفني بتاعه بيتابعه وهو نفسه يتابع نفسه. والاعراض بقت معروفه وانتشرت كلها، كل الناس عارفه ايه الاعراض بتاعه كورونا. فاذا انا دلوقتي لما اعرف اعراض كورونا وجات لي، انا بحمي نفسي وبحمي اسرتي وبحمي الناس زمايلي اللي في اللعب، وكمان عايز النشاط يستمر، اعمل النوتيفيكيشن اللي انا قلت لحضرتك اللي هو الابلاغ ده. ان انا مش مشكله ان انا اوقف تمرين 15 يوم او مش 15 يوم يعني، لغايه لما اتاكد لما اعمل المسحه واتاكد ان هي بوزيتيف او نيجاتيف. لو طلعت نيجاتيف خلاص بيكمل. يمكن الفتره الجايه هتكون يعني فتره مضغوطه شويتين ثلاثه. ايوه ما فيهاش ممكن يعني السماح او الجاب الكبيره ان احنا ممكن نخلي حد يعني لسه لحد ما يطمن على نفسه او يعمل المسحه ويستنى اسبوعين ثلاثه وهكذا. الفتره الجايه هتستأنف استكمال الموسم اللي فات اللي يمكن لسه ما خلصش لحد النهارده في بعض الانشطه الرياضيه، ولسه كمان عندنا استعداد بقى الموسم الجديد ان شاء الله اللي هيبدا المفروض يعني من بدايه اغسطس او نص اغسطس يعني للمعظم برضو الانشطه الرياضيه الاخرى. هنا بنتكلم ان ما فيش وقت، كلها يعني مسابقات مضغوطه في بعضها. فبرضه هنا ايه المفروض بعض النصائح نقولها لبعض الاتحادات يعني بالنسبه طبعا حضرتك متخصصه في الاوبئه. ايوه فايه الاكتر حاجه نركز عليها بالظبط؟ نركز عليها على توعيه اللاعبين والاداريين، نركز على ان احنا نطبق التعليمات اللي موجوده في الدليل الارشادي بتاع وزاره الرياضه الشباب والرياضه، نشوف الناس الفئات اللي هي يعني فالنربل اللي هي تبقى اكتر تعرضا للاصابه، نحاول يعني نقلل شويه نزولها لانها دي اكتر اللي هي فوق سن ال 65 اللي هم عندهم امراض مزمنه الكلام ده، نقلل العدد، نعمل التباعد، نمد شويه المسابقه بحيث ان هي نقدر ما تبقاش مضغوطه ناس كتير في مكان واحد في وقت واحد.
التهوية، الحاجات دي كلها تتعمل. أنا بنصح دكتور هنا التوعية. برضو معلش هنا لو حد ممكن لو اتصاب بكورونا ممكن تأثر على مستواه البدني والفني ولا لا؟ هنطلع معاك الفاصل ونرجع ناخد منك الإجابة. خليكم معانا يا جماعة. لسه بنستكمل معاكم طبعا مع الدكتور زينب السرسي استشاري الوبائيات وكمان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لتنس الطاولة. خليكم معنا. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه بنكمل معاكم لقاءنا مع دكتور زينب السرسي استشاري الوبائيات. دكتور قبل الفاصل كنت بكلم معاك عن ان لو حد من اللاعبين اتصاب بكورونا هل ممكن تأثر على مستواه البدني والفني بشكل كبير ولا لا؟ هي بتأثر لفترة اللي هي فترة النقاهة. بالنسبة للحالات البسيطة او المتوسطة بيحتاج 15 يوم بعد ما يتثبت ان هو المرض راح، 15 يوم نقاهة بعديها. يعني نتكلم في شهر، يعني 15 قبل العزل او 15 يوم بعد. بالنسبه للمريض كان سيفير ده طبعا بتبقى شديده، بتحتاج رعايه مركزه وبتحتاج حاجات كتير، فطبعا ده بياخد حوالي من شهر لشهر ونص عشان يقدر كمان هو ما يبقاش ضعيف ان هو ياخد اي مرض تاني، وكمان مش هيتحمل العبء الجامد او المجهود العضلي ومجهود البدني ده كله، هيبقى بالنسبه له صعب. من خلال بقى الاطباء بتوع كل اتحاد او الطبيب حتى خاص بيه لو هما ناس بتوع المنتخب او طبيب المنتخب هيقدر يحدد اذا كان ده يقدر ينزل امتى. بيتعمل له برضو تحاليل، مش معنى كده ان هو عنده كورونا، لا هو عنده ما بعد اللي هي الاثار اللي بعد الكورونا. طب في الفتره اللي هو مصاب فيها مثلا لا قدر الله، هو في اول اسبوعين لسه واحنا عارفين ان هو مصاب لكن ما عليهوش اي اعراض تماما، بس هو ناقل للعدوى ناقل للفيروس، هنا ممكن يتدرب لوحده في العزل المنزلي بتاعه او في العزل يعني؟ في تدريب من ضمن الاتحاد الدولي لتنس الطاوله، في تدريب في العزل بتاعه، في العزل المنزلي بتاعه، تدريبات لياقه وتدريبات برضو لو هو عنده ترابيزه تنس طاوله موجوده، بس هو الناس اللي هيتدربوا بقى هيبقى يعني طبعا بماسك او يتدرب لوحده ممكن بمكان. من الناحيه الطبيه ما فيهاش مشكله، يعني ما فيهاش مشكله ان المفروض الجسم دلوقتي ان احنا بنحاول نقاوم الفيروس مثلا بالمناعه. هل مع كمان يعني مجهود بدني ده مش بيأثر عليها بالسلب؟ خلي بالك حضرتك قلت لي ان هو الحالات البسيطه اللي هي في البيت اللي هي مش ظاهر عليها اي اعراض. بس مصاب يعني ايجابي مصاب يعني، بس هو بيحاول يحافظ على لياقته. لو هو حس باي اعراض، احنا في الرياضه عموما حتى لو واحد مش مريض بيتقال ان لما الواحد ما بيوصلش لمجهود معين عشان لدرجه معينه ان هو يحس باجهاد معين. حتى لما بيبتدي الرياضه بيبتديها بتدريجي بعد فتره توقف. يعني في حاجات بتترعى سواء كان مريض او مش مريض. فدي والدكتور طبعا بتاع الاتحاد بتاعه او المنتخب هو اللي بيبقى بتابعه ومتابع حالته وتحاليله، والكورونا اثرت على ايه، اثرت على اني جهاز بالظبط، هل التنفس، هل حاجه كانت مجرد الجهاز الهضمي وعدت، بيشوفوا الكلى برضو لان من ضمن الحاجات اللي بتتشاف الكلى والكبد، وظائف الكلى والكبد. فدي لو كلها سليمه خلاص ما فيش ما يمنع ان هو ينزل. احنا بنقول مده تتراوح ما بين كذا، ممكن ينزل قبلها، لكن هي قبل ما ينزل لازم يبقى عامل شويه حاجات تحاليل وشايف الحاله بتاعته ايه، وبرضو ما ينزلش يبقى يعمل كل الحاجات مره واحده، هي لازم بالتدريج. طيب دكتور هنا يعني بنتكلم برضو عن اللاعبين ان هم خلاص بيعملوا المسحه بتاعتهم، بنشوف منهم مين السلبي مين الايجابي وبيستأنفوا النشاط الرياضي مره اخرى. طيب بالنسبه بقى للملاعب والاستادات، يعني هنا المفروض التعامل معاها يكون عامل ازاي، والمفروض التعقيم بتاعها برضو يتم كل قد ايه؟ طبعا ده بروتوكول تعقيم موجود، والمواد المستخدمه معروفه وتركيزاتها وايه اللي هيتقفل في الاستادات معروف، كل ده في البروتوكولات وتوصل لهم. وهيبقى في انا منسق مثلا مع رئيس لجنه المسابقات الاستاذ هشام محجيش ان هو، وطبعا الاتحاد يعني الاتحادات طبعا مديانك مديه اللجان الطبيه كل الفاسيلتيز وكل الدعم، يعني ان احنا بنشوف ايه الحاجات دي وهنتابع ان الناس ما تجيلهاش ان شاء الله اصابات. مثلا استاذ معتز عاشور مهتم جدا، رئيس اتحاد تنس الطاوله، وقال اي طلب بالنسبه لتحاليل اي حاجات دعم مادي يعني هيتم. دي هنعملها كلها، هنوفر كل الحاجات دي وهنوفر الوسائل اللي هي التوعيه بالنسبه للاعيبه. فطبعا احنا دلوقتي بنشوف ايه الحاجات اللي نعملها في الاستادات. في حاجه كويسه جدا عملتها موجوده في الدليل بتاع الارشادي بتاع الوزاره. في نقطه بتقول ان في لجنه، انا بعتبرها غرفه عمليات صغيره، لجنه من كل في كل محافظه فيها برئاسه مدير مديريه الشباب وفيها ممثل من الساحه وممثل من المحافظه. دي وظيفتها ايه؟ انها بتتابع الانديه وبتعمل زي يعني مرور دوري على الانديه، بتشوفهم بيطبقوا الاجراءات، بتبتدي معاهم من التوعيه من التنبيه، بتوصل لدرجه ممكن تغلق، احنا مش عايزين نوصل للغلق يعني هو ما تبعش الاحترازات دي.
بيعملوا ايه لو في حالات طبعا بتيجي تنطبق على لو احنا رحنا الاستاد بتاعهم في اي محافظه لو في حاله اشتباه هم اللجنه دي هي اللي بتوصلنا ب 105 وبتوصلنا بالوزاره وبيمشي عليه البروتوكول بتاع الوزاره. تمام. فدي طبعا هتسهل علينا جدا، هتديني اولا انا كاتحاد انا بقى مطمنه ان في ناس بتتابع في المحافظات، هي متابعه في المحافظات ان هم بيعملوا الاجراءات الصح، وطالما اتبعت الاجراءات الصح ان شاء الله لما يجوا يدخلوا في المسابقه هيبقوا ماشيين صح على الرولز. نيجي بقى لو احنا في المسابقه فعلا وحصلت حاله، أيوة. في الاتصال باللجنه دي اللي هي هتسهل، لان في ناس كتير جدا القلق عنده ان لو جاله كورونا هيعمل ايه، مش عارف اوصل، مش فدي برضو الحقيقه عملت ريليف كويس جدا لنا، لان انا لما قريت النقطه دي ودرستها دي هيبقى في غرفه عمليات معانا موجوده، ان انت حياتك زي ما هنا بنقيس الحراره، ولو في حد ظهرت عليه اعراض طبعا هيعملين له غرفه عزل في الاستاد. غرفة العزل دي مين هيجي بقى ياخد الحالة دي يوصلها دي ايه؟ أكاديمية اللجنة الأولمبية؟ اللي هي اللجنة اللي من المحافظة والصحة ويرقصها مدير مديرية الشباب هناك. دي هتبقى مكان العزل؟ لا، مكان العزل جوه الاستاد، جوه المكان اللي احنا الصالة اللي احنا هنلعب فيها هيبقى مخصصين غرفة للعزل. تمام. دي من الاشتراطات ومن واجب توفرها طبعا. واجب توفرها حتى من غير ما تتقال، يعني في حاجات متقالة في الدليل بس دي لازم تتعمل. احنا مش هنضمن في حالات هتظهر ولا لا. وطبعا لو هو اللاعب بقى دي ده دور اللاعب، لو هو قبل ما ينزل حتى الماتش انا بوصل لغايه الماتش لو حس باي اعراض من دي يقول ما ينزلش، يبقى امين مع نفسه. وبعدين كمان في اشتراطات على الاوتيلات او اللوكندات اللي هم نازلين فيها، لازم واخده ترخيص ساري من وزاره السياحه. اللوكندات دي برضو بتطبق نفس الكلام، بتقيس الحراره في للشخص وهو داخل. لا، هي الاجراءات اللي هي المفروض او الشروط يعني المتخذه او المتبعه تبع وزاره السياحه، اللي طبعا يعني اللي قالها دكتور خالد عناني، قال ان اللي مش هيطبقها وينفذها مش هياخد ترخيص. بالظبط. ده طبيعي جدا، وبناء عليه اكيد طبعا يعني الاوتيلات هتبقى شغاله فتره حاليه هي كلها اوتيلات ماشيه تبع المواصفات او البروتوكول او المعتمده تبع الوزاره يعني. بالظبط. طيب دكتور، يعني وده بيدي بالنسبه للجنه، طيب هل هنا اللجنه لو شافت ان في مشكله ما، هل هنا من حقها تاخد اجراء معين؟ لا، انا بعمل تقرير. ولا هي منفصله؟ لا طبعا مش منفصله. لو في حاجه معينه احنا لاحظناها كلجنه، احنا اللجنه على فكره فيها يعني ناس من كل التخصصات، التغذيه، الطب النفسي الرياضي، حاجات كتير جدا، تغذيه، علاج طبيعي، اصابات ملاعب. لو لقينا ان احنا في وضع معين في وقت معين في البطولات او في المسابقات او حاجه تستدعي ان احنا نعمل تقرير بيقول مثلا ان في مفيش التزام بالاجراءات الاحترازيه، في اعداد من الحالات هتبتدي تظهر، وطبعا كل الناس معانا يعني احنا اي حاجه بنعمل بيها نوتيفيكيشن. اتخاذ القرار ده بقى ده من ضمن الحاجات اللي مطلوبه حتى في التقييم الريسك اسسمنت، ان في تحديد تحدي يتخذ القرار في كل الاتحادات. تمام. في حاله اي حالات زي كده تظهر او تبقى ان هو يوقف، احنا ان شاء الله مش هنوصل لكده باذن الله. طب لو لا قدر الله افترضنا ان في حالات ظهرت يعني لا قدر الله يعني كتير في النشاط الرياضي، هنا ايه اللي ممكن يحصل؟ هو بص حقيقة طبعا ان شاء الله مش هتظهر حاجات كتيره في النشاط الرياضي الا دايما يعني بناخد يعني دايما بنبقى مخططين لاول الخطه الاولى والبديله. انت عشان تقول ان حالات كتيره تظهر في النشاط الرياضي معنى كده ايه؟ ان في حالات كتيره في المجتمع كله. مش هتظهر كده لوحدها في النشاط الرياضي، ما هي دي جايه له من ناس ثانيه. فدي هتبقى يعني مش قرار بس نشاط رياضي، قرار ان هو ممكن يبقى في حظر تاني، يعني عارف حضرتك ازاي؟ هو مش منفصل عن المجتمع، كل واحد هو له البيئه بتاعته والمجتمع بتاعه واللي حواليه واللي بيتعامل معاهم. هو مش هتبقى في الرياضي بس، انا بتكلم على عدد حالات كتير، لكن حالات سبورادك او فرديه دي ممكن تظهر في اي حد في اي مجتمع. دي هنتعامل معاها، ودي مش هتستدعي ان احنا نقفل النشاط، هتستدعي ان احنا ممكن نقفل الصاله شويه، نطهرها، نهوي، نشوف الاجراء المناسب ليها وننفذه. وبعدين مش كل مشتبه فيه بيبقى حاله، لما تثبت الحاله دي بيبقى لها اجراءات احترازيه اكتر شديده شويه. طيب دكتور، احنا عارفين ان بكره المفروض في اجتماع مع اللجنه الاولمبيه باللجنه الطبيه. ايوه. ايه اللي المفروض يحصل فيها؟ يعني المفروض الاجتماع ده بناء على ايه؟ هو اللجنه دي يعني اكيد هاكدوا على الارشادات يعني اللي هم عاملينها ان احنا نكون طبقناها وصلنا فيها لايه؟ احنا يعني بنتابع، ولو في حاجات جديده زي ما حضرتك عارف ان في مستحدثات بتجد كل يوم، كل يوم في حاجه بتيجي في اعراض بتيجي في حاجه شكل تاني. اي حاجه مستحدثه ممكن يدونا مثلا ازاي هنقدر نعمل كونتاكت مع الناس اللي هي زي ما بقول لحضرتك اللي هو الاوبريشن، مجموعه غرفه العمليات دي اللي في المحافظات. كل اتحاد ممكن يقول هو
رايه ايه او وصل لايه في الريسك اسيسمنت بتاعه، هل هو هيبتدي مسابقاته امتى؟ ما هو الوزاره لما بتقول مسابقه بتبتدي يوم كذا، يعني احنا ما نبتديش قبلها، لكن احنا ممكن لو في حاجه احنا شايفينها ندي ميعاد مختلف سواء في الاعداد او سواء بالنسبه للكورونا. هو المفروض عوده اللاعبين للتدريب امتى؟ التدريب بالنسبه لتنس الطاوله يوم 15 يوليو ان شاء الله. نص يوليو. هل بتنس الطاوله في استكمال النشاط الموسم اللي فات ولا هيبدا موسم جديد؟ يعني اعتقد ان هو موسم جديد. انما يعني الجزء ده معلش ده فني، معلش مش داخله فيه، انا داخله في الجزء الطبي اكتر. تمام. انما عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني ممكن في فتره الاعداد دي مثلا هي شهر من 15 مثلا ساي قالوا المسابقات تبتدي 15. احنا ممكن ميعاد المسابقه ده بيحددوه الناس الفنيين اللي هم خاصين باللعبه نفسها. يعني ممكن يقول لا احنا ناجل المسابقه شويه، الاعداد عايز اكتر شويه، الاعداد الفني للاعب. تمام. لان بعد فتره التوقف برضو في لازم تبقى في مده تدريب كافيه. اكيد طبعا، لان مش هدخل تدريب كامل او تدريب بكل حمل بدني عالي، حمل بدني عالي على الناس، مش هدخل عليهم كده طبعا. اكيد لا طبعا. طبعا يا دكتور ربنا يعني يوفق كل يعني اللاعبين ويسترها عليهم ان شاء ربنا الله. ربنا يستر ان شاء الله. ونورتنا جدا طبعا دكتور زينب السرسي استشاري الوبائيات ورئيس اللجنه الطبيه بالاتحاد المصري لتنس الطاوله، شكرا جدا لوجودك معانا. احنا الاسعد يا فندم، والاهتمام بالرياضه ده مهم جدا من حضراتكم، يعني بشكركم. اكيد طبعا، بشكركم طبعاً. جدا، شكرا جدا لوجودك معانا. يا جماعه لسه بنكمل معاكم طبعا يعني بقيه فقراتنا في انبوكس سبورتس، وبعد الفاصل هنورنا الدكتور كابتن محمد الدهراوي ورئيس اتحاد الكاراتيه، هنتكلم معاه بقى عن يعني اخر الاخبار والاحداث بقى الفتره اللي جايه تكون عامله ازاي في نشاط الكاراتيه. خليكم معانا بعد الفاصل.